إنها فلسطين، ملتقى الحلم ونهايته، وبوابة الأرض إلى السماء. فيها أثر من كل فراشة، ولديها من القدرة والأمل ما يكفي لزراعة كل مساحة الأرض بالحبق والسماق. مدنها عامرة بالحب والألفة والحنان، لكل واحدة منها حكاية، ولكل واحدة طعم ونكهة ومذاق. خبرت فلسطين كل أنواع المحن ولا تزال، لكنها تعرف بحكم التجربة كيف تحتفي بالحياة، وكيف تمضي إلى غدها محمولة على أكتاف الأمل والرغبة في تجاوز كل التحديات. في كل يوم تسطر فلسطين نجاحاً جديداً في مختلف الحقول والقطاعات، وهي تعمل بلا كلل من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار، وذلك ضمن سعيها الدؤوب لبناء نظام اقتصادي حر يمكنها من التواصل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي، وبما يؤهلها لتكون نقطة جذب لكل الطامحين في خوض غمار المستقبل وتحقيق المزيد من النجاحات. هنا في هذه البلاد قصص نجاح لا تعد ولا تحصى، وهي قصص تثبت أن الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته بات محل ثقة المستثمرين والطامحين، فيما شكل أداء القطاعين العام والخاص نموذجاً فريداً في التعاون والتكامل وسرعة الإنجاز، وهو ما وجد ترجمته في تنفيذ مئات المشاريع الاقتصادية التي صارت جزءاً من واقع فلسطين الجديد. في فلسطين تتنوع خيارات وفرص الاستثمار، فهي بلاد واعدة وزاخرة بكل شيء، حيث يلتقي المستقبل بأصالة الهوية وعراقة المكان. وأينما وليت وجهك هناك دائما فرصة بالانتظار. في فلسطين صناعات مزدهرة أثبتت قدرتها على المنافسة، وحظيت بقدر كبير من الثقة والاحترام، وفيها أيضاً طاقات كامنة تبشر بالكثير، وتضمن للراغبين في الاستثمار فرصاً ذهبية في مختلف الميادين والقطاعات. فلسطين عاقلة العزم على مواصلة المسير، ولن تثنيها كل العثرات عن الإمساك بحلمها وتلوين حياتها بكل ألوان الفرح والضحكات. طموح هذه البلاد لا يتوقف عند حد، فهي تعرف ما لديها، وتعرف لمن تعطي وكيف تعطي، وتعرف أيضاً أن فيها من الفرص والخيارات والمشاريع ما يجعلها قبلة لكل الراغبين في امتطاء صهوة النجاح. فلسطين بلاد عامرة بالخير، وصدرها بوسع أرضها، وأرضها طيبة وتواقة دائما للحرية وضوء الشمس.